أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب بضيفنا نجم الإسكواش، الحقق أرقام كبيرة كلاعب وأرقام كبيرة كمدير فني وأحد أبرز العلامات في عالم الإسكواش، الكابتن أمير وجيه. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا كابتن هيثم، أشكرك جدا، تقديمة جميلة وأشكرك جدا ومبروك على يعني فعلا نقلة جميلة جدا. قناة الأهلي دايما يعني متع العشاق الأهلي في الوطن العربي كله، مش في مصر بس. صدى جديد، اصحابي من كل الجلف بيتصلوا بيا، سعداء جدا هم بيتفرجوا علينا دلوقتي. كابتن، حضرتك ابني من ابناء النادي الاهلي طبعا. وكلام حضرتك ده يسعدنا، وحضرتك في بيتك وفي مكانك النادي الاهلي. بشكرك كابتن. يمكن انا هبتدي القصه من النهايه، يعني كل المذيعين بيبتدوا القصه من البدايه او النشأة والكلام ده. انا هخش في المضمون على طول. حضرتك المدير الفني للمشروع القومي للسكواش. طبعا الحقيقه المشروع ده كان حلم من احلام محب السكواش في مصر. القصه بدات ازاي؟ والله انت عارف يا اسامه، انا كنت قبل الفتره اللي فاتت دي قعدت 6 سنين في واشنطن دي سي، كنت يعني عندي تحدي كبير ان انا بنشر اللعبه في العاصمه الامريكيه. ما كانش في سكواش خالص هناك. صحيح. وطلب مني من خلال رجل اعمال ان انا يعني نبني اللعبه في العاصمه الامريكيه، وكان تحدي كبير ليا. وخدت الخطوه عشان خاطر يعني تبقى بصمه لمصر في امريكا، ان يقولوا ان كان في واحد مصري هنا او سكواش المصري، وجي نقل السكواش في العاصمه الامريكيه ديت، وشعبيه اللعبه تزيد وكده. وفي الحقيقه طبعا كنت على تواصل على طول مع المسؤولين والاتحاد هنا. واول لما رجعت مصر سياده الوزير طبعا دكتور اشرف صبحي بشكره جدا، كان في مبادره من سياده الرئيس ان احنا بيتبنى 1000 ناشئ في الالعاب اللي مصر متميزه فيها، وزي محمد صلاح مظهر وعمل نقله كبيره جدا شعبيه الكوره والهاندبول والالعاب زي السكواش. فلعبه السكواش اضيفت، دكتور اشرف يعني مشكور اضاف على السكواش. اضاف السكواش. قبل ما نخش بقى في التفاصيل، خلينا نشوف مع حضرتك الفيديو ده ونرجع نستكمل حوارنا الشيق. اوكي. طيب يمكن مش جاهزين. طيب خلينا، معلش يا كابتن انا يعني قطعت حضرتك. تمام، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عملنا طبعا دخل السكواش. السكواش في ضمن الالعاب، كانوا 10 العاب بقوا 11 لعبه للمحافظه على الرياضه. طبعا احنا السكواش لنا تاريخ كبير جدا فيها من الثلاثينات والاربعينات، فطبعا دلوقتي تالق مصر مكتسحين كل الالقاب. برازيل العالم. ما هو ده برازيل العالم في السكواش، زي الكوره برازيل العالم في السكواش. الحمد لله. فطبعا المحافظه على الرياضه هي اللي كانت صعبه. صحيح. يعني احنا دلوقتي اللعبه لو دخلت اولمبيك، الدكتور اشرف بيقول لي اللعبه دي لو دخلت اولمبياد مش عايز ما كنتش موجود. صحيح. مش معقول انا بكسب كل 25 سنه اللي فاتوا بكتسح كل الالقاب. صحيح. ولما اللعبه تخش اولمبيك 28 مثلا لو امريكا دخلتها ما بقاش موجود. فطبعا كانت الفكره في ال 1000 ناشئ. وعلى فكره هم غالبا ان شاء الله هنتوقع ان هم يبقوا اكثر من 3000 ناشئ. والله خليني برضو انا يعني الفيديو ده احنا مجهزينه، جهز الفيديو يا جماعه، نروح ننتقل على التقرير ونشوفه مع حضراتكم وارجع لنجم الاسكواش الكابتن امير وجي. امير وجي هو أحد أساطير الإسكواش المصري، فعبر مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات والتي شهدت العديد من التحديات، نجد أن وجيه عانق المجد واستطاع حفر اسمه بأحرف من نور في سجلات الإسكواش العالمي. أمير وجيه من مواليد 24 من أغسطس عام 1967، بدأ حياته ممارساً لرياضة كرة السلة في نادي طلعت حرب، قبل أن يجد ضالته في الإسكواش والتي بدأت في رحاب نادي التوفيقية، قبل أن ينتقل لنادي الجزيرة وهو في 15 من عمره، ليحصد مع الفريق القاهري 7 بطولات للجمهورية. ثم انتقل أمير الإسكواش المصري إلى النادي الأهلي ليحقق معه بطولة الجمهورية لموسمين متتاليين، ويمتلك وجيه الرقم القياسي لحصد بطولة الجمهورية ب9 ألقاب، كما حقق مع الشياطين الحمر لقب البطولة العربية. وفي نفس التوقيت قاد منتخبنا الوطني الأول للرجال للفوز بأول بطولة عالم عام 1999، قبل أن يعتزل اللعبة عام 2001. واستطاع نجم الأهلي نقل خبراته الطويلة لزملائه داخل جدران القلعة الحمراء، وهو ما ساعد المارد الأحمر في حصد 5 بطولات لفرد الرجال، بواقع 4 بطولات لعمرو شبانة وبطولة لكريم عبد الجواد. ويعد أمير وجيه حالة استثنائية في الإسكواش المصري، فهو أول رياضي يمارس اللعب والتدريب في نفس الوقت
بعدما حصل على استثناء من الوزير عبد الأحد جمال الدين عام 1989 نظرا لهجرة أغلب مدربي الاسكواش إلى الخارج. ويمتلك نجم الأهلي السابق رقما إعجازيا بفوزه ب 25 لقبا لبطولة العالم على الصعيد التدريبي، سواء للرجال أو السيدات أو الناشئين أو الفرق والفردي. وخاض أمير وجيه تحديات كبيرة خارج حدود الوطن، كانت بدايتها عام 2002 حينما أشرف على تدريب المنتخب الكويتي ولمدة 4 سنوات، وحقق بهم طفرة هائلة بتحقيقهم للمركز الرابع عالميا تحت 19 سنة، قبل أن يشد الرحال لبلاد العم سام مع نهاية عام 2012 ولمدة 6 أعوام كاملة نجح فيهم في نشر اللعبة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واستطاع بناء ناد عملاق هناك. والطريف أن هذا الصرح كان شاهدا على تتويج منتخبنا الوطني ببطولة العالم لفرق الرجال تحت القيادة الفنية لأمير وجيه. وأخيرا اختارته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ليكون مستشارا فنيا للمشروع القومي لموهوبي الاسكواش. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستكمل حوارنا مع امير الاسكواش الكابتن امير وجيه. كابتن، تاريخ كبير، اشكرك. شايف يعني ذكريات جميله جدا، وكل الالقاب يعني المنتخب المصري يعني فعلا هو الحمد لله صنع اسم امير وجيه، ويعني دي حاجه بسيطه بنقدمها صحيح لبلدنا الغاليه مصر. ده مش غريب على حضرتك. وارجع تاني على موضوعنا الاساسي والمهم، الحقيقه اللي انا كنت سعيد بيه جدا جدا جدا، المشروع القومي للموهوبين، خاصة يا كابتن لعبة الاسكواش، لعبة ولاد الزوايا. حضرتك تعلم جيدا طبعا انه تكلفتها وتدريبها وايجار ملاعبها موضوع غالي، فكون الدولة مشكورة ممثلة في معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي يتبنوا مشروع زي ده وحضرتك تكون على رأسه، فالحقيقة محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير. اتفضل يا كابتن. شكرا كابتن هاسم. طبعا هو المشروع القومية دايما بتخدم المجتمع ككل. انت عارف ان طبعا اللعبة دي زي ما انت قلت لعبة مكلفة جدا، لعبة مقتصرة كانت على فئة يعني معينة تلعبها، المضرب يوصل ل 2000-3000 جنيه، وممكن يتكسر في نفس اللعبة، وطبعا دي تكاليف تخلي اللعبة محصورة لفئة معينة. توجيهات طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وعايش كل الرياضة ان لازم احنا كأسرة واحدة لازم كل ياخد فرص متكافئة في فرص. يعني المشروع دوت كمان الجميل فيه ان 20% من اجمالي الالف ناشئ من اولاد ابطالنا واخواتنا شهداء الجيش والشرطه فعلاً. ودور رعايه الايتام ده يعني الحمد لله عندنا 18 ولاد بطل شهيد جيش وشرطه ما شاء الله، ده شيء اسعدني جدا جدا. و30 طفل من دور رعايه الايتام، وهم محتاجين فرصه صحيح. وانا متاكد ان شاء الله في خلال ال5 سنين البرنامج اللي احنا عاملينه بالدعم القوي جدا من البنك الاهلي طبعا، لان المشاريع القوميه بتحتاج دعم قوي جدا، وطبعا البنك الاهلي دايما سباق في المشاريع القوميه ودعمها. الدكتور هشام عكاش بشكره جدا، رئيس مجلس الاداره رياضي وعاشق للسكواش، الدكتور يحيى ابو الفتوح دعمونا بحيث ان التدريب يبقى مجانا. احنا حاطين 100 مضرب في كل سنتر ما شاء الله، بحيث ان السناتر فين يا كابتن؟ السناتر على مستوى الجمهوريه. بدانا دلوقتي بمركز شباب الجزيره ومركز شباب بورسعيد. طبعا الملاعب في بورسعيد انا اتخضيت المدينه الرياضيه 6 ملاعب احسن ملاعب في مصر، بجانب طبعا ال4 ملاعب اللي في مركز شباب الجزيره، والافتتاح ان شاء الله يوم 15 السبت 15/8 فعلا. الف مبروك. يا ريت لو ان شاء الله اعتماد الاهلي تبقى موجوده معانا ان شاء الله، هنكون موجودين طبعا. اكيد هيشرف معالي الوزير هيكون متشرف في الافتتاح طبعا. طبعا يعني الجداول الحمد لله مليانه من 9 الصبح ل9 بالليل، لان في بروتوكول اتعمل بعد كورونا، لان التدريبات ما 1-to-1 ما ينفعش يبقى اكتر من لاعب في الملعب مع الكوتش. بالتالي يعني احنا حجزنا الملعب من 9 الصبح ل9 بالليل، 12 ساعه متواصله ما شاء الله. في 10 مدربين هيكونوا موجودين من اكفأ المدربين في مركز شباب الجزيره وفي نفس الوقت مركز شباب بورسعيد. طبعا على المستقبل القريب المراكز دي هتزيد على مستوى الجمهوريه. ده احنا ان شاء الله الخطه بقى، ما احنا دلوقتي باذن الله يعني ان شاء الله احنا رايحين الفيوم، رايحين اسماعيليه، رايحين السويس، رايحين باذن الله هنا الصعيد. برافو الصعيد، صعيد مصر يعني، ده برافو عليك يعني، اهلنا في الصعيد يحتاجوا هذا بإذن الله. المشروع جدا يعني ان شاء الله هو لعبه السكواش هتكون شعبيه، هو ده متاحه للجميع صحيح. باذن الله عندنا دعم قوي جدا في سياده الوزير يعني بصراحه، والكرو اللي معاه في الوزاره بشكرهم جدا جدا، يعني اللجنه اللي معاه اي حاجه يعني أكيد. نطلبها اكيد يعني ده مش غريب على طول أكيد.
يعني بتتحقق بسهوله. ويمكن لما الجداول اتعملت انا كنت سعيد جدا لما شفت في 186 واحد مشاركين لغايه دلوقتي في بورسعيد في المشروع، وهنا الحمد لله لغايه دلوقتي 92 ولسه ما قفلناش. فان شاء الله باذن الله يعني المشروع قوم الموهبة السكواش دوت السكواش الجديد تمام. ده المستقبل دوت ان شاء الله باذن الله هنكمل. والجميل ان احنا هيبقى فيه بقى طبعا ما بين مراكز الشباب دي كلها كومبيتيشن دوري كومبيتيشن طبعا دوري، وهيشاركوا بالدوري باسم المشروع القومي، وهنقدر ان احنا نسوق لاعبين، هنقدر بنقول لهم منح دراسيه هنا وبره مصر. ممتاز ممتاز يا كابتن، يعني ان شاء الله هيبقى فيه فرص متكامله، حاجه مشرفه جدا يا كابتن. وخلينا نقول ان طبعا يعني يسعدنا يكون معانا كمان عبر السكايب نجم من نجوم اللعبه، عبر التليفون انا اسف نجم من نجوم اللعبه، احد اللاعبين اللي شرفوا مصر الكابتن كريم درويش. اهلا بيك يا كابتن. انا كابتن، ازيك الاخبار؟ يعني انت بصراحه يعني منورنا على قناه النادي الاهلي، وكمان يعني انت تاريخ كبير جدا جدا كريم. ده يعني ليه معزه خاصه، لان انا كنت بمرن اخوه الكبير الاول، قصتي معاه صحيح. وليد درويش كان من ابطال مصر تحت 14، وكريم كان لسه بقى تحت 11 سنه وبيجي معاه، فكنت صحيح. باخده كريم سامع كلام كابتن امير عنك ولا لا؟ انتوا في كاتو قاعدين مع كابتن امير وجيه طبعا. كابتن امير وجيه ده هو يعني دي فضل على السوشيال المصري كله في اخر 25 سنه. ده بجد يعني مش عشان هو كان مدربي لمده 10 سنين فانا بقول كده، بس لا ده فعلا هو يعني كابتن امير دي فضل على السوشيال المصري يعني في اخر 25 سنه. ويمكن اعتقد هو اكتر واحد كسب بطولات عالم في تاريخ الكره العالمي، صحيح حوالي 20 بطوله عالم، فدي حاجه يمكن مشرفه لمصر. ويعني وانا يمكن يعني اكون متحيز جدا ان هو كان مدربي وهو اللي خلاني رقم واحد العالم، يعني كريم رقم واحد العالم هو طبعا بحييه وبشكره من خلال قناه النادي الاهلي. انا سعيد جدا طبعا بالروح، ودي مش غريبه على السكواش، السكواش اسرته كلهم جمال الحقيقه، وكلهم يعني بيقدروا الكبير. خليني اقول لك كابتن، انت مدير فني طبعا نادي وادي دجله، والحقيقه يعني ما شاء الله لامم كل ابطال مصر الحقيقه عندك في وادي دجله. يعني فتقول لي انت عملت ايه في طبعا جت جائحه كورونا، حصل طبعا اجراءات احترازيه، عملت ايه في القصه دي وازاي بتستعيد فورمه اللعيبه بسرعه؟ والله الكورونا طبعا كانت حاجه مفاجاه علينا كلنا في العالم كله في كل المجالات مش في الرياضه بس. طبعا كان لازم ان احنا نتعامل معاها يعني بشكل ذكي شويه، ان احنا يعني ما نستعجلش في الرجوع للنشاط، وان احنا ناخدها بشكل تدريجي. والحمد لله ابتدينا يعني اول شهر 7 الاكاديميات والمدارس ابتدت بنسبه 40 50%، 1/8 الدنيا اتحسنت شويه. واعتقد الناس لما بتشوف اجراءات احترازيه وبتشوف ان احنا بنعقب وبتشوف ان احنا الاتحاد برضو بيتابع التعقيم وبيتابع الاجراءات الاحترازيه دي كلها، اعتقد الناس اطمنت. وواحده واحده ان شاء الله النشاط هيرجع بكامل قوته في خلال شهر دلوقتي ان شاء الله، يعني ان شاء الله. ان شاء الله كابتن كريم درويش، طبعا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله. يمكن كريم من اللعيبه الجمال اللي كانوا قوي كريم يعني بصراحه ليا معاه ذكريات كتير من الناشئين، لغايه لما يمكن اخر بطوله كسبنا بطوله عالم كانت في المانيا في بادربورن، وكان ليها قصه يعني جميله جدا. الماتش النهائي كريم كان هو الماتش الديسايدد ان مصر تفوز او لا، وكان بيلعب مع جيمس ويلستروب، وكان يمكن جيمس متفوق على كريم في اخر مثلا 17 مره ورا بعض، بس كان عنده ثقه جامده جدا في كريم. هو لعيب فرقه كمان وكسب. لا لما بيلعب باسم مصر في الفرقه غير الفردي خالص، يعني خسر اول شوط، وبعدين بين الاشواط بكلمه وبهديه نزل ما شاء الله يعني لا تايجر نزل خد الثلاث جيمات ورا بعض، خد خلاص يعني خلاص الجرعه من حضرتك. البطولات اللي ما انساهاش طبعا، يعني أكيد. كان في رمضان وكان يعني فعلا يعني ليها ذكريات جميله إن شاء الله جدا اكيد. وهنستعيد الذكريات دي بحضرتك، وهنكمل حوارنا الشيق جدا مع امير الاسكواش الكابتن امير وجيه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستكمل حوارنا الشيق مع امير الاسكواش امير وجيه. كابتن يمكن احنا اتكلمنا عن المشروع القومي طبعا لرعايه الموهوبين، وقد ايه ده مشروع قومي الحقيقه طبعا اتجاه الدوله المصريه طبعا. اللي هو العداله وكل حاجه. احنا عايزين ننتقل على تجربتك في امريكا، يمكن قضيت 6 سنوات في واشنطن. مظبوط. اسست لعبه الاسكواش، كلمنا على هذه التجربه. والله يعني هي كانت تجربه خبره كبيره جدا. انت عارف
تحدي كبير. انت رايح مكان العاصمه الامريكيه، صحيح، مفيش سكواش غير في اربع ملاعب في ريكريشن سنتر كده، في جيم يعني غالي جدا. المستثمر الامريكي اللي المفروض بنى النادي هناك ورحت ساعدته فعلا يعني ان انا نعمل برنامج السكواش. انا دايما في الصيف كل صيف بعمل معسكر دولي لدعم السياحه الرياضيه في مصر، صحيح. فبيجي من 11 دوله لاعبين من كل حته، من امريكا، من الهند، من هونج كونج، بيبقى المعسكر في مصر هنا. المنتخب السعودي على طول معايا، منتخب الكويتي، الجوردن، كل يعني بصراحه دي كل سنه بعمل يعني المعسكر ده لمده شهر وبيبقى ناجح جدا. فكان في بنت امريكيه بتيجي دايما تتمرن معايا وبترجع، وما رجعت من قدرت ان هي تخش جامعه يو بين اللي متخرج منها العالم المصري المرحوم الدكتور احمد زويل، والرئيس الامريكي ترامب متخرج من الجامعه دي، جامعه مميزه جدا. فبعد ما دخلت وكسبت مع الجامعه الناشونالز، باباها يعني اتصل بي وقال لي انا عندي اربع مشاريع في واشنطن دي سي، هفضي لك في ام ستريت، ده اشهر شارع في واشنطن في جورج تاون. قال لي هفضي لك انه من اول شارع جامعه جورج واشنطن واخر شارع جامعه جورج تاون، فيعني جامعتين من اول شارع من اكبر الجامعات في امريكا. فكانت يعني زي ما تقول هاب للسكواش، ممكن يبقى مهم جدا. فطبعا لما رحت كان البرنامج لسه النادي مش معمول، كانت فاير ستيشن، فانا اتخضيت يعني انت بزيرو. انا رحت ما كانش في اي حاجه عن السكواش، مش بس مش لعيبه، لا ده لعيبه وملاعب. فقلت له انت يعني جايبني بدري، فين النادي؟ قال لي لا، ما انا مش لما افتح هجرب. احنا هنا بفكروا فكره ثانيه خالص. قال لي انا عايز لما افتح اكون جاهز، مفيش غلطه. فدخلنا على الريكريشن سنتر، خدنا منهم ملعب بعدين ملعبين لغايه لما قدرنا نعمل برنامج في الاربع ملاعب فيهم. وانا ساعدته طبعا، كان في لاعب كابتن فريق جامعه جورج واشنطن اسلام الفقي كمستثمر مصري، طول ما تخش معانا الفكره، كان ولد جريء جدا، راح دخل وحط مبلغ قوي. الراجل بعديها خد كارد مثلا 4 مليون. ومهم النادي الحمد لله لما اتبنى بقى احسن نظام متكامل من الكترونيك سيستم للحجز، للدفع، مفيش انت ما بتتعاملش مع حد خالص، كله اونلاين. طب كابتن ايه رايك نروح لاحد لعيباتك؟ كابتن يثرب عادل طبعا لعيبه النادي الاهلي ونجمه مصر، اهلا بيك يا كابتن. كابتن هيثم مساء الخير، ازي حضرتك؟ وحشانه جدا جدا، معلش طبعا سكايب. امير مساء الخير، ازيك يا سرو؟ وحشانه جدا جدا طبعا، وانت من اللاعبات المميزات لعيبه النادي الاهلي. يعني تحب تقول ايه كابتن امير وهو معانا في الاستوديو؟ يعني اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوطه طبعا انا معاكم النهارده كابتن امير، بنضلنا كلنا كلعيبه يعني الاب الروحي، كلنا اتعلمنا منه كتير قوي، كلنا استفدنا من خبراته كتير قوي، سواء كان في المنتخب او كمدرب او كان كلعيب. لحد دلوقتي انا في اي حاجه بكلمه بستشيره في اي خطوه بالنسبه لي بتكون كبيره، فانا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. ياسر بنتي لعيبه ممتازه جدا، يمكن طبعا درست في انجلترا وتعرضت لإصابة هناك وكملتي، يعني كلمينا قولي لنا ازاي قدرتي يعني ترجعي لمستواكي بسرعه. هي كانت صعبه بصراحه، يعني هي كانت دوني صعبه لان انا كنت وقتها بتخرج من الجامعه في انجلترا، وقتها حصلت لي الاصابه، فاضطريت ان انا اقف تقريبا سنه. فوقتها اي ثينك انا كنت في توب 30 والرانكينج بتاعي رجع وقتها جامد، كنت وصلت تقريبا 100 وشويه. اكيد طبعا. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اشجع نفسي في الاول واحده واحده، ما كانش في اكسبكتيشنز، كنت بس عايزه ارجع اتبسط والعب الحاجه اللي انا بحبها. والحمد لله واحده واحده رجعت ان شاء الله واحده. طبعا وياسرب كمان دخلت عندها. الحمد لله دلوقتي وصلت بقيت رقم 13 على العالم، فحتى ان السيد اوف في الاخر الحمد لله. طب ياسرب كابتن امير عايز يوجه لك كلمه، اتفضل يا كابتن. ياسرب طبعا يعني هي ان هي 13 على العالم دي انا شايف هي لازم تدوس على نفسها، لان فنياتها عاليه جدا، مفروض من احسن اللاعبات اللي عندها راكت كنترول، عندها موهبه فظيعه. يعني الاصابه عطلتها شويه، لكن انا متاكد ان هي ان شاء الله تقدر تبقى في التوب فور قريب، وهي تقدر تعملها مع مزيج شويه من اللياقه البدنيه وتحافظ شويه، لكن هي سكواشها من لا يقل عن ابطال العالم، وكسبت اوريدي ناس كتير قوي في التوب 8 على العالم بسهوله، وعندها يعني ثقه في نفسها في الملعب. عايزين نشيل الواحد ونطلع في التوب 3 على العالم. يا الله. يعني النصيحه دي كده ما تعديش كده بسهوله، يعني خلي بالك نصيحه على الهوا دي تبقى. طب ياسر قولي لي انت، كان لولا توقف كورونا انت كان عندك اجنده كده دوليه، كم بطوله كنت هتروحيها؟ يمكن انا كنت يعني سمعت عن كده، ايه كانت اخبار البطولات اللي كانت لو ما كانش حصل كورونا كنت هتروحيها؟
احنا بصراحه احنا السيزون بتاعنا كان نقول مش خلاص بيخلص، لان احنا عاده بنخلص في شهر 5، فاحنا كانت اخر بطوله لعبناها كانت بلاك بول، يعني كانت اصلا كانت بتذاع على التلفزيون المصري. صحيح. فكان ناقص تقريبا بالنسبه لنا بطولتين، كانت بطوله الجونه بطوله علام بيت اوبن، بس هي بتختلف من 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 حد يعني من لعيب لاخر، عشان كل حد بيكون بيبقى ليه اجندته بوينت معينه، ليه افريج بطولات معينه مش بيكون عايز يعديه عشان يستفاد على قد ما يقدر بالبطولات البوينت اللي بيستخدمها. فأكيد إن شاء الله ياسب الظروف دي تعدي وترجع تتألقي تاني ونرجع نتفرج عليك باستمرار، ووعدينا إن شاء الله أن تكوني معنا في قناة النادي الأهلي قريبا إن شاء الله. لا أكيد أكيد قريب قوي إن شاء الله. أنا مبسوطة أن أنا كنت معاكم النهاردة، وبجد أنا كنت لسه بسمع موضوع المبادرة، يعني حاجة مشرفة جدا وحاجة مهمة جدا للسبورت أنه يفضل يكبر، وإن شاء الله يفضل دايما في أفضل موجودين طبعا تحت إشراف كابتن أمير إن شاء الله. ياسب عادي بشكرك شكرا جزيلا ليكي، طبعا نجمة مصر ونجمة النادي الأهلي، بشكرك على وجودك معانا. يمكن بيبقى حاجة حلوة كابتن لما انت يعني تتواصل مع لاعباتك ولاعبينك وتشوف قد انت كان ليك امباكت كبير جدا على الاسكواش. وفي الحقيقة طبعا انا بساعدني ان انا يعني ببقى شاهد بقى هما تحت ناشئين تحت 10 و11 وبدأ معاهم من الاول خالص، وبساعدني طبعا تألقهم لما اشوفهم بحققوا احلامهم، سواء بطولات عالمية، تعليم في احسن جامعات في العالم، وصولهم بيرجعوا مصر بإضافة جديدة بيدوا خبرة، الروح الحلوة اللي ما بينهم دي بتخليني ان انا بحس ان انا يعني الحمد لله قدرت اعمل حاجة. ولسه قدامك كتير يا كابتن. لا ده لسه ما عملناش حاجة، هنعمل يعني حاجات حلوة في ان شاء الله في المشروع القومي لما ينتقل المحافظات كلها، هتكون حاجة يعني نقلة جديدة للسكواش، ان هو يبقى لعبة شعبية، واحنا هنسبورت الكلام ده وهنقف جنبكم وهنبقى معاكم ان شاء الله، لان احنا برنامج الابطال واللي انتم بتعملوه ده اكيد هيطلع ابطال. فاكيد جزء من بقى يعني اساس الاهلي لازم يعني من غير حضرتك ما تفكر على طول الرياضة المصرية، احنا كبرنامج وكقناة الاهلي اكيد هندعم. ده نرجع تاني لتجربة حضرتك مع واشنطن، يمكن استقدمت مدربين مصريين كتير، كلمني عن التجربة. اديت فرص كتير طبعا، يمكن كان معايا في النادي جبت كوتش كان في الهند 6 سنين عمر المليجي، وبعدين طول ما اتغير يعني تحاول تيجي امريكا شفت كارير تيجي معاها، حط خبره كبيره جدا. كنت بمرن طبعا جامعه جورج تاون، دي جامعه كبيره جدا ومعظم المدارس الهاي سكول في امريكا كلها ما شاء الله. اللي في سوري في واشنطن كان تحت البرنامج بتاعي، انا رحت هناك وشفت طبعا المنظر يعني، قالوا لي كابتن كريم كابتن امير عامل شغل كبير جدا في واشنطن، كان نفسي اشوفه بنفسي والله. لا جميله وبرده كان اللي بيساعدني ان انا كنت ابروح يمكن اكتر من 30 طالب مصري بيدرسوا في جامعه جورج واشنطن او جورج تاون. اي حد بيجي لازم انا طبعا انت الهب اللي بيجي ينزل يعني عليه امشي بالشارع هناك، مفيش يعني كل حد دي بتدي يعني خلتني شفتهم لما اتخرجوا لما رجعوا يعني بصراحه كلهم يعني خبرات كبيره أكيد جدا لمصر بتيجي مصر كمان اسمه مصر لما يبقى في العاصمه واشنطن، الحقيقه ده بيبقى اكبر دليل على تفوق مصر في اللعبه. طيب كابتن ارجع معاك، انا زي ما قلت لحضرتك انا ماشي نمط شويه احنا خلصنا تجربه طبعا الولايات المتحده الامريكيه، هرجع على تجربتك مع منتخب مصر او منتخبات مصر سنين طويله، يمكن انت اكتر مدير فني حققت بطولات عالم. والله يعني يمكن انا حظي كان حلو جدا ان انا في الاول يعني دخلت التدريب بالصدفه، زي ما انا عارف انا كان جالي استثناء من الدكتور عبد الاحد جمال الدين الله يرحمه، كان طبعا وزير الشباب والرياضه في الوقت دوت، جالي عقد اسافر الكويت ما شاء الله. وكنت لسه صغير جدا، فكان معظم الابطال المصريين كلهم هاجروا بره في اوروبا وما فيش حد حلقه وصل 91 91 فحلقه الوصل ما كانت بين كان لسه بقى براده وبرلوسي وسكاو وفايزي وكل الشباب ده محمد مدحت كل دول تحت 16 لسه صغيرين 14 وعماد رضا واسامي كتير جدا طبعًا. كانوا 14 و16 سنه فالله يرحمه كابتن عبد الواحد عبد العزيز طبعا اسطوره الاسكواش أكيد. وكان هو مدير فني للمنتخب، راح لي ازاي هتسافر في جبهه تبقى كبيره اللعيبه دي يعني مش هنلاقي حد ومش هعرف حد يشدهم فعملنا طلب لسياده الوزير ساعتها واستثناني اني العب بدرة، فدخلت من هنا التدريب فعلا. وكنت مساعد بقى لكابتن عبد الواحد، كنت العب كل يوم مع 6-7 لاعبين دول يوميا، ده الواجب بتاعي ان انا امرن كل الناشئين دي كل يوميا. جميل جدا. شدينا بقى لغايه يعني الحمد لله برده بعد كده جيت بقى مساعد للكابتن عباس قعود طبعا من صوره الاسكواش ونجم الاهلي الكبير طبعا استاذي، وبعد كده الدكتور علي ناصر والمرحوم احمد صفوت، فاخدت خبره يعني كبيره جدا كنت محظوظ فيها بالتالي ان انا بدات وانا صغير جدا، فحتى في ناس تفتكرني ان انا مثلا كبير كل ما يشوفوا امير وجي ما يعرفونيش ايه ده انت اللي اتخذت البطولات حد تاني جاي، فيعني عشان بداتها وانا صغير كنت لاعب ومدرب. طب في الكويت يا كابتن برضو اسست اللعبه احلى ايام. احلى ايام انا في الكويت، رحت يعني الحمد لله كان
اتحاد الكويت الاسكواش طبعا كابتن حسين مقصيد رئيس الاتحاد، وكان معاه صديق الملاعب بقى كابتن عادل الغريب وكابتن وليد صناعي وكابتن فايز المنتظر، دول يعني حطوا ثقه فيا كبيره. بينزلوا دايما عسكروا معايا كل سنه في مصر في الصيف، بيقعدوا شهر طبعا هنا، فقالوا لي ما تيجي معانا، عايزين نروح حته ثانيه، عايزين نوصل العالمية. فكان ترتيب عليت الطموحات طبعا الاشقاء في الكويت، عليت الطموحات ان هم ده كان التصنيف بتاع الفريق للناشئين تحت 19 سنه نمره 27 من 29 دوله. ما شاء الله خلال سنتين طلعنا، كان في الاول لا ده كان في الاول طلعنا الرابع على العالم ما شاء الله. كان عندهم مواهب يعني عبد الله مزين ده، في مواهب بتبقى في حتت زي ميسي ورونالدو، لا كل عن شبانه ورامي عاشور وكده، في الموهبه فظيعه. حتى بطوله العالم اللي فاتت كسب كل ماتشاته، حتى لو هم بيلعبوا في الجروب اللي تحت فعلا غلب ناس موهوب فظيع. فالحمد لله كان هو علي الرمزي وسلمان الخميس وعمار تميم يعني وسالم وفلاح، كان عندي مجموعه 7 ناشئين مركز عليهم، وناصر رمزي قدرت ان انا خلال سنتين اطلع بيهم الرابع على العالم ما شاء الله. طب وقعدت كام سنه في دوله الكويت؟ 3 ونص بالظبط، 3 سنين ونص. ثلاث سنين ونص وعملت معاهم الطفره دي ما شاء الله. وبعد كده سياده الوزير ده المهندس حسن صقر كان في زياره جهاز الكويت. الرياضه كان ساعتها وزير الشباب والرياضه، جه زياره للكويت قال لي لازم ترجع معايا، انت بقى ارجع بقى تعالى احنا محتاجينك، ترجع معايا مصر وكده. فالحمد لله طبعا ما قدرتش اتاخر طبعا، اكيد جيت على طول، والحمد لله بقى استكملت المسيره لغايه لما سافرت امريكا. طيب خلينا نرجع. طيب الصوره دي يا كابتن اللي معروضه يعني صوره يعني ميسي دي، احنا طيب احنا عايزين نعرف قصتها. هقول لك القصه بقى دي. كل سنه في دوره رباعيه بتتعمل في واشنطن دي سي، بتيجي الارجنتين والاكوادور وبلاد من ساوث امريكا. صحيح. انا ماشي في الجيم في النادي، وبعدين ببص لقيت ميسي اجويرو هيجوين. لا بسيطة. إيه لا بسيطة. على طول ايه كان كل الشباب المصري ابني في الجامعة محمد في جامعة جورج واشنطن، تعالوا يا جماعة ده ميسي هنا. يا خبر ابيض. هم ما يعرفش انجليزي خالص على فكرة. طبعا. فالمهم يعني رحت قلت له كلمة اسباني اكيد. نسهر وبتاع معاك، وكانت صدفة ظريفة. وبيحبوا الباسكت على فكرة. فعلا. اليوم بيتمرنوا في الجيم، وبعد بتاع اليوم بيلعبوا، فعندنا كان ملعب باسكت في الجيم. بيلعبوا كلهم باسكت في الجيم بقى ويعملوا خماسيات وبتاع. كانت بس مفاجاه لحضرتك انت ماشي في الجيم كده ده ميسي. على طول وبتاع يعني لقيت ميسي. بعدين بخش برده وانا في تشينجينج روم كله بقى كان تيفيز معاهم وجوير وكل المنتخب. يا كابتن طب اعملوا تقسيمه كده 5-5 يا كابتن بسرعه بقى كل الناس بتلعب كوره. لا بس صوره طريفه جدا يا كابتن. كانت جميله جدا وكان وقت حلو، قعدوا معانا اسبوع تقريبا. فكل يوم بقى معاه. بس انت في الاول لعبت باسكت يا كابتن، خلي بالك برده يعني انت لما تنزل تلعب معاهم يا ريت. في اول بدايتك لعبت باسكت. لعبت باسكت في نادي طلعت حرب، وبعد كده بصراحه خرج نجوم نادي طلعت حرب. كان نادي طلعت حرب انا والدي ووالدتي كانوا في بنك مصر موظفين. ده كان النادي بتاع قبل ما انتقل لنادي التوفيق، كان هو النادي موظفين البنك بيبقوا اعضاء في اوتوماتيكلي في نادي طلعت حرب. فبدات فيه طبعا وكده غيرت كده رحنا التوفيقيه قدام البيت على طول. النادي كان جميل جدا، فيري يونيك، ويمكن كل ابطال التنس طلعوا منه، ابطال السكواش زمان يعني من ابطال التنس كابتن عمرو توفيق طلع، وباسل رحمه وتامر رحمه وشهير توفيق. طب كابتن طبعا خليني اسال حضرتك سؤال. كل واحد في حياته بيبقى فيه لحظه صعبه. مش لحظاتك المشرفه كتير، ولكن اللحظه الصعبه اكتر لحظه صعبه في حياتك مريت بيها ومش ناسيها لغايه دلوقتي هو الاصابات. الاصابات انا مره يعني ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله ربنا بعد الاصابات كان جالي ديسك. ودكتور عبد الله حاجه مشكور ان سفرني المانيا تعالج. وبالصدفه يعني اللي هون عليا هناك، وانا كنت يعني بعمل فتره طويله قاعد، كان استاذ ابراهيم حجازي جه برضه يعمل عمليه. وبعدين كنت بروح سلتوا بعض نسلي بعض. وكابتن محمود الخطيب موقف ظريف حصل. كابتن محمود الخطيب جه عشان خاطر بيزور استاذ ابراهيم، والمهم قال لنا عايزين ننزل البلد. فانا كل يوم لما بروح له بالقطر عارف الطريق حافظه، بس هي المانيا كلها شبه بعض. فعلا اوروبا كده المانيا والنمسا وكل كلها شبه بعض. لما رحنا خدتهم وخدت كابتن محمود الخطيب واستاذ ابراهيم وقلنا ننزل وسط البلد. فاحنا مشينا كده والقطر رجع يعني كنا راجعين نفس المكان. فقال لي انت توهتنا. قلت له والله انا حافظها بس مش عارف. قال لي يا ابني احنا كنا لسه ماشيين من هنا. لا ايام جميله جدا الحمد لله. يعني دي كانت صعبه كابتن. السؤال يعني اخر سؤال في الحلقه، نفسي طبعا الحلقه تطول اكتر من كده، ولكن ليك طموحات وليك احلام. سريعا في دقيقه كده قول لي طموحاتك واحلامك عشان يمكن بعد سنين نتقابل ونفتكرها مع بعض. والله طبعا انا اتمنى بعد ما نجح مشروع القومي دوت لان الثقه غاليه جدا من سياده الوزير والدوله تحط فيها فيا الثقه دي، وانا اتمنى ان انا اقدر ان انا يعني احقق المطلوب مني.
طبعا ان شاء الله رئاسه الاتحاد يعني دي خطوه انا شايف ان هي جايه ويعني ان شاء الله ان انا اكون رئيس اتحاد عشان عندي افكار وعندي طموحات ان ناخد اللعبه في حته تانية خالص ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله المره الجايه نتقابل وانا رئيس اتحاد ان شاء الله يا كابتن، وربنا يحقق لك كل احلامك. اشكرك. زي ما كنت سبب في تحقيق احلام لعيبه كتير وناس مدربين، ربنا يحقق لك احلامك دائما. اشكرك كابتن هيثم، ويعني ان شاء الله نتمنى لينا لقاء بقى في الملعب اكيد ان شاء الله. وبشكر حضرتك طبعا، بشكر حضرتك واكيد هنكون سبورت لحضرتك، وبشكرك جدا جدا على تواجدك معايا ونورت قناه النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي دايما في العالي والرياضه المصريه كلها باذن الله. اعزائي المشاهدين، استمتعت بهذا اللقاء مع امير الاسكواش الكابتن امير وجيه، واتمنى طبعا ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا معايا. الى لقاء جديد ان شاء الله مع برنامج الابطال وقصه بطل جديد. شكرا جزيلا.